نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم. ها الكونترا الأولانية اللي فيها محضر اجتماع حراب رئيس وفيها رئيس هو أنا حراب بريزيدون دو كونسي سانديكا. واحد الرسالة هذه الرسالة فعلا ما المهم تحية. الاسم هو محمد الحراب اللي هو ساكن في إقامة إيمان قرب المركز الثقافي الأمريكي. اللي بغيت نوصل لكم الإخوان هو أنني وقع لي واحد المشكل ديالاش كنت رئيس ديال اتحاد الملك للإقامة المذكورة اللي هي إقامة إيمان، وبحكم أنني الرئيس فوت لواحد الشركة اللي هي سميتها سلام جيستيون، فوت لها المناولة يعني فوت لها ما يسمى كل الاختصاص ديالي، وعقدت معهم عقدة انتهت في 31/12/2015 وراسلتهم عن طريق المفوض القضائي وتعلم عنهم أنه راه العقدة انتهت، ولكن تنتفاجأ مفاجأة كبيرة لما تنسمع هذه الشركة بدون إخبار الساكنة ولا إخباري ولا أي إخبار أي حد أنها عقدت جمع ما سمته هي جمع عام. قالت لك دارت شي جمع عام ما جمع عام في المقر الاجتماعي ديالها في غياب الساكنة. أكثر من هذا هذه الشركة عادي تعتمد على واحد تفويضات قديمة وإيميلات قديمة خلقتها وقالت وزعمت بأنها تفويضات وبأن هذوك الناس دارتهم في المحضر ديال الجمع العام. أكثر من ذلك والأغرب من ذلك أنه دخلت واحد السيدة ما تملك الشطو لا شقة ما عندها شي شقة وكاينة في لائحة الحضور. ما فهمتش شنو هو هذا الشيء. دونك هاد الناس تجاوزوا القانون ووقعوا وداروا ما يسمى بواحد الفبركة ديال واحد الجمع عام، فربكوا الجمع عام قالوا بأننا درنا بجمع عام وهادي وهادي، وبداو تيراسلوا الناس وبداو تيهددوا الناس بأننا غادي نقوموا وداروا هادو، وبداو تيديو بعض الناس وفي المحاكم الاستعجالية. والمهم وكاينه واحد الحاجه مهمه ومهمه جدا، هما هاد الناس خلقوا لي مشكله كبيره في وسط عائلتي، وتنعيش دابا ازمه كبيره، وهاد الازمه نتج عليها انه الزوجه ديالي بدات تعاني نفسانيا مما اضطرت انني ديال الطبيب ديال الاعصاب باش تاخذ المسائل ديال مسكنات، لانه الحاله اللي تنعيش فيها والرعب اللي وليت تنعيش فيها داخل هذه الاقامه راه خارج الحدود. الله يجازيكم بخير، وحنا راه ثقتنا كبيره 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 جدا في القضاء في ظل الجديد الحمد لله وفي ظل الديمقراطيه اللي تيشد بها العالم كامل على انه المغرب الحمد لله عرف واحد التقدم كبير، وحنا عادي ثقتنا كبيرة 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 في القضاء، ونتمنوا منه ينصفنا لأنه تنعيش واحد الحالة الله يجازيكم بخير، واحد الحالة يعني والله كنت تجيو تشوفوا إلا لا إله إلا الله، رعب رعب رعب. الإنسان في داخل البيت ديالو وتعيش رعب وواحد الحالة نفسانية اللي قلت لك تتعيشها عائلتي. لهذا
الله يجازيكم بخير. راه حنا راه ثقتنا كبيره فيكم وكبيره في القضاء، وراه غادي وانا متاكد بان غادي نصفني، لانه الحمد لله المغرب تيعيش واحد المرحله المهم، مرحله مهمه وانتقاليه. حنا هاد الناس وبصفتي الرئيس تنطلب باش يتحقق الاحقاق ويتخاد، وتنطلبوا من الجهات المسؤوله باش تحقق وتراجع وتشوف هذا الجمع العام اللي قالت هي جمع عام، اللور هي شركه مناوله لا يحق لها ان تقوم بجمع عام، ولا يمكن لها ان تبلغ الناس. وقالت لك بان بلغتني عن طريق المفوض القضائي وبانني رفضت استلام الرساله ديال المفوض القضائي للحضور الجمع عام. المهم شي مسائل اللي هي يعني تضحك الى بغيتي تقول، والله العظيم الا زعما تضحك وبزاف. لهذا الله يستر عليكم، حنا راه تنوجه هذه الرساله للمسؤولين وخصوصا القضاء اللي حنا تايقن فيه ثقه كبيره على انه غادي ينصفنا وعادي يشوف ويبحث ويقلب الوثائق اللي هاد الشركه دلت بها، وغادي يبان ليها بانه هاد الوثائق كلها هي وثائق مفبركه، وكلها هي وثائق لا علاقه لها لا بالجمع العام لا بالقريب ولا بالبعيد، لان الجمع العام كاين قانون وكاين شحال مسائل تيخص. هاد الناس ما احترموش القانون، يعني داروا داكشي اللي بغاو. لهذا الله يجازيكم بخير، راه تنطلبوا ونعاود نقولوها من القضاء ينصفنا وياخذ بعين الاعتبار هاد المسائل اللي قلنا، وراه كلشي ظاهر وكلشي باين، راه المحضر غادي يطلعوا عليه، غادي يطلعوا على المرافقات ديال المحضر، غادي يطلعوا على الناس اللي حضروا، غادي يطلعوا على سميتو على لي زمايل وعلى المسائل اللي هما تيقولوا هاد الناس تيمثلوهم وبانهم هما سانديك والى غير ذلك. وشكرا.